مساء الخير جميعا، اسمي ريان موزيس، مسيحي الديانة، وأنا طالب في كلية الهندسة. سؤالي يا سيدي هو، حسب الدين الإسلامي فإن كل من عيسى ومحمد كان أنبياء، ولكن النبي عيسى بالإضافة إلى معجزاته كانت ولادته غير طبيعية ولم يمت حسب ما ورد في دين الإسلام، وبالإضافة إلى ذلك له دور كبير ليمارسه يوم القيامة ضد الدجال. ألا تعتقد أن كل هذه الأفضليات المميزة من الله تجعله أكثر من مجرد نبي عادي؟ الأخ ريان سأل سؤالا جيدا جدا. يقول أن الإسلام يؤمن بأن المسيح عيسى عليه السلام ومحمد عليه السلام كلاهما أنبياء الله، ولكن عندما نقارن حياتهما نكتشف أن سيدنا عيسى عليه السلام كانت له ولادة غير طبيعية، بمعنى أنه ولد بمعجزة بدون تدخل ذكوري، أي بدون أب، وأيضا لم يمت. إذن ألا تجعله هاتان الصفتان أعلى من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ قبل أن أجيب على السؤال أريد أن أوضح أن الإسلام هو الدين الوحيد الغير مسيحي الذي يجعل الإيمان بالمسيح عيسى عليه السلام ركنا من أركان الإيمان. نحن نؤمن أنه كان من أقوى رسل الله سبحانه وتعالى، ونؤمن أنه هو المسيح، ونؤمن أنه ولد بمعجزة بدون تدخل ذكوري، ونؤمن أنه أحيا الموتى بإذن الله، ونؤمن أنه عافى الأكمأ والأبرص بإذن الله. المسيحيون والمسلمون نحن نتماشى مع بعض إلى الآن، ولكن هناك مفترق للطرق. مفترق الطرق هو أن كثيرا من المسيحيين يزعمون ويعتقدون أن المسيح عيسى عليه السلام ادعى الألوهية وأنه الرب العظيم. أولا وقبل كل شيء سأجيب على سؤالك، إنه إذا كان المسيح عيسى عليه السلام ولد بمعجزة حيث كانت له أم دون وجود أب، ألا يجعله هذا أعلى من النبي محمد؟ بمعنى ألا يجعله ذلك إلها؟ أخي إذا كنت تقول أن عيسى عليه السلام أعلى، أو إذا زعمت أنه إله لأنه ولد بمعجزة لأنه لم يكن له أب، فيقول الله في سورة آل عمران السورة الثالثة الآية 59: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فالتشابه بين عيسى عليه السلام أمام الله سبحانه وتعالى هو نفسه مثل آدم عليه السلام، إذ خلق من تراب ثم قال الله له كن فكان. إذا قلت بأن عيسى عليه السلام إله لأنه ولد بدون أب بالمثل، فطبقا للقرآن والإنجيل فإن آدم عليه السلام ولد بدون أب وأم، فهذا يجعله إلها أعظم. لا يوجد أي موضع في القرآن أو الإنجيل يذكر الله فيه أنه إن لم يكن للشخص أب فإنه إله. الله هو أعظم خالق وأراد أن يرى الناس قدرته، فالوضع الطبيعي هو أن يولد الشخص من أب وأم. لدينا مثال آدم عليه السلام الذي ولد بدون أب أو أم، ولدينا مثال على حواء رضي الله عنها التي ولدت بدون أنثى أي بدون أم، وآخر مثال يتبقى لنا هو أن يولد شخص بدون أب، والذي تم تحقيقه بمولد المسيح عيسى عليه السلام. نتطرق الآن لسؤالك الثاني، هو أننا المسلمون نؤمن بأن المسيح عيسى عليه السلام لم يمت، وكذلك يقول الكتاب المقدس أيضا. يقول الله في القرآن في سورة النساء السورة الرابعة الآية 157 و158 أنه لم يقتل ولم يصلب، ولكن الله رفعه إليه. فالسؤال هو، إذا لم يمت المسيح عيسى عليه السلام بل هو حي، ألا يجعله ذلك نبيا أعلى من النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ الجواب يا أخي هو أن عيسى عليه السلام هو رسول الله الوحيد الذي أخطأ قومه باعتقادهم أنه ادعى الألوهية. لا يوجد أي رسول آخر من رسل الله تعالى قد فهم تابعوه خطأ أنه يدعي الألوهية، ونتيجة لأنه الرسول الوحيد الذي أخطأ قومه باعتقادهم أنه يدعي الألوهية رفعه الله تعالى حيا حتى يشهد لهؤلاء الأشخاص في نزوله الثاني أنه لم يدعي الألوهية أبدا.
هذا ما يقوله الله في القرآن في سورة المائدة السورة الخامسة الآية 116 في النزول الثاني، سوف يقول لله سبحانه وتعالى أن يشهد على من يقول أنه لم يقل لهم أبدا أن يعبدوه هو، ولكنه قال لهم أن اعبدوا الله ربي وربكم. ونفس الشيء مذكور في إنجيل متى أنه عندما ينزل المسيح للمرة الثانية، كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم يا رب يا رب أليس باسمك تنبأنا، فحينئذ أصرخ لهم أني لم أعرفكم قط، اذهبوا عني يا فاعل الإثم. فالله سبحانه وتعالى رفع المسيح عيسى عليه السلام حيا ليس لكي يأتي برسالة جديدة في نزوله الثاني، حيث أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو آخر وخاتم الرسل، وذلك مذكور في القرآن في سورة الأحزاب السورة 33، فبعده وبعدما نزل القرآن لا يمكن أن يضاف أو ينقص أي شيء من دين الإسلام. سيعود هو كجزء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، سيأتي ليس لينشر تعاليم جديدة بل ليشهد لتابعيه أنه لم يدعي الألوهية قط وأنه رسول الله سبحانه وتعالى. فالفرق الرئيسي بين المسلمين والمسيحيين هو أن معظم المسيحيين يعتقدون أن المسيح عيسى عليه السلام ادعى الألوهية. في الواقع إن قرأت الإنجيل فلن تجد عبارة واحدة واضحة التفسير في الإنجيل كله يقول فيها المسيح عيسى بنفسه أنا الرب وليعبدني الناس. إن استطاع أي مسيحي الآن أن يجد آية واحدة في الإنجيل أو عبارة واحدة واضحة التفسير، عبارة واحدة غير غامضة يقول فيها المسيح عيسى عليه السلام بنفسه أنا إله أو أعبدوني، عبارة واحدة غير غامضة، حينئذ فأنا مستعد لاعتناق المسيحية على الفور. أنا لا أتحدث بالنيابة عن إخواني المسلمين، فأنا أضع رأسي تحت المقصلة. في الواقع إن قرأت الإنجيل قال المسيح عيسى عليه السلام بنفسه في إنجيل يوحنا الإصحاح 14 العدد 28 لأن أبي أعظم مني، وفي إنجيل يوحنا الإصحاح 10 العدد 29 أبي الذي أعطاني إياها وهو أعظم من الكل، وفي إنجيل متى الإصحاح 12 ولكن إن كنت أنا بروح الله أخرج الشياطين، إنجيل لوقا الإصحاح 11 ولكن إن كنت بإصبع الله أخرج الشياطين، وفي إنجيل يوحنا الإصحاح 5 أنا لا أقدر أن أفعل من نفسي شيء، كما أسمع أدين ودينونتي عادلة لأني لا أطلب مشيئتي بل مشيئة الأب الذي أرسلني. وأي شخص يقول أنه يتبع هدي الله وليس هديه مسلم، فالإنجيل يقول أن عيسى عليه السلام كان مسلما ولم يدعي الألوهية أبدا، وذلك مذكور بوضوح في سفر أعمال الرسل الإصحاح الثاني العدد 22 أيها رجال الإسرائيليون اسمعوا هذه الأقوال، يسوع الناصري رجل قد تبرهن لكم من قبل الله بقوات وعجائب وآيات صنعها الله بيده في وسطكم كما أنتم تعلمون، رجل قد تبرهن لكم من قبل الله كما أنتم تعلمون بقوات وعجائب وآيات صنعها الله بيده. فالمسيح عيسى عليه السلام لم يدعي الألوهية بل كان من أعظم رسل الله سبحانه وتعالى. فيا أخي هل أنت مقتنع أن عيسى ليس إلها؟ أنا لم أقل أن عيسى إله، فقط قلت ما هو وضعه بالنسبة للإسلام. أنا لم أقل قط أنك قلت أن عيسى إله، أنا أسألك إن كنت مقتنع أنه ليس إلها. نعم أنا مقتنع بذلك، ولكن أريد توضيح مكانته في الإسلام. يا أخي ألم أقل لك قبل الإجابة بأننا نؤمن أنه كان من أعظم رسل الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن يكون المسلم مسلما إلا إذا آمن بالمسيح عيسى عليه السلام. المسلم لا يمكن أن يكون مسلم إلا إذا آمن بالمسيح عيسى عليه السلام. نحن نؤمن أنه كان من أعظم رسل الله، ولكنه ليس الله، ليس إلها. فهل تؤمن أن المسيح عيسى عليه السلام ليس إلها؟ أجل، هل تؤمن بأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله؟ أنا أؤمن أن المسيح عيسى كونه نبيا كان أكثر من مجرد نبي، وهذا لا يجعله إلها، ولكن موضعه غير معروف. ما هو موضعه بالضبط؟ هذا هو أكثر من كونه نبي ولكن ليس إله، فما هو موضعه؟ هو نبي من الله، هو رسول، ولكنه ليس مؤهلا ليكون نبي، فقد قام ب فكانت ولادته غير طبيعية وموته غير طبيعي، وأيضا يقوم يوم القيامة. يا أخي هل تسمع إجابتي؟ إذا كنت تدعي أنه في موضع ما أعلى من الأنبياء لأنه ولد بطريقة غير طبيعية، فقد ولد بدون أب، فحينها سوف يكون آدم عليه السلام أعلى من عيسى عليه السلام. ولكن آدم توفى وفاة طبيعية، ولكن أتباع آدم لم يخطئوا بظنهم أن آدم ادعى الألوهية، ولكن يوجد اعتقاد خاطئ بين أتباع المسيحيين أن عيسى ادعى الألوهية، فلهذا السبب أبقاه الله على قيد الحياة. ويقول عيسى عليه السلام في إنجيل يوحنا الإصحاح 16 الأعداد 12 إلى 14
إن لي أمورا كثيرة أيضا لأقول لكم ولكن لا تستطيعون أن تتحملوها الآن. وأما متى جاء ذلك روح الحق يتكلم به ويخبركم بأمور آتية، ذاك يمجدني. وهذا النبي يتكلم عن النبي عيسى عليه السلام. إذا كنت مسيحيا ملتزم وشخص يؤمن بالمسيح عيسى عليه السلام ويؤمن بتعاليمه، يجب عليك أن تؤمن أيضا أنه سوف يأتي شخص آخر لهدايتك، وهذا الشخص هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك كنت أقول لك أنك إن كنت مؤمنا بالمسيح عيسى بشكل حقيقي فيجب أن تؤمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإلا فأنت لست مسيحي. إذن فهل تؤمن بالنبي عيسى؟ نعم. هل تؤمن بإنجيل يوحنا الإصحاح 16؟ نعم أؤمن. هو يتكلم عن قدوم النبي محمد عليه السلام، هل تؤمن بالنبي محمد عليه السلام؟ لا يمكن أن أعلق الآن. أطلب منك أن تقوم بالمزيد من البحث في الإنجيل. حسناً سوف أفعل. ويمكن أن تشاهد فيديو محاضرتي عن التشابه بين الإسلام والمسيحية. حسناً سأفعل ذلك. شكراً لك.